الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي، مع الجزء الثاني من شروحات الأسئلة المستوى الأول لموضوع التكامل غير المحدد لطلبة السادسين العلمي والأحياء. قبل أن أبدأ في أسئلة الجزء الثاني، أريد أن أذكركم بالجزء الأول، ولكن سأعطيكم أسئلة وأطلب أن تجيبوني عليها، وإذا كنت غير قادر على الإجابة فأنصحكم بعدم رؤية هذا الجزء إلا بعد الرجوع إلى الجزء الأول وإتقانه. إذن أعزائي، ما هو تكامل 4DM؟ ما هو تكامل X أس 7DX؟ ما هو تكامل X تكعيب زائد جذر X ناقص 5DX؟ أريد أن توقف المقطع قليلا وتحاول الإجابة عن هذه الأسئلة قبل مشاهدة ما تبقى من هذا الجزء. أعزائي، إذا استطعت أن تجيب على السؤال الأول وتقول أن ناتج التكامل 4M زائد C على اعتبار أن المتغير اسمه M، وإذا استطعت الإجابة عن هذا السؤال وستقول 1/8 X أس 8 زائد C، وإذا استطعت أن تجيب على هذا السؤال بأن تبقي الأكس تكعيب على حالها من أجل تحويل هذا الجذر إلى أسس، وسيكون 1/2 ناقص 5 دي أكس. إذن هنا أي جذر لا يذكر دليله، أي أنه جذر تربيعي، وقوة الأكس 1. إذن لم نجري التكامل لحد الآن، أجرينا عملية التبسيط، وسيكون التكامل X أس 4 1/4 زائد X أس 3/2 2/3 ناقص 5X زائد C. إذا كانت إجاباتكم مطابقة لهذه الإجابات فأنتم مهيئون لاستقبال أسئلة الجزء الثاني، وسنبدأ بالقاعدة الخامسة. إذن كونوا معي أحبائي. القاعدة الخامسة تقول تكامل F of X دالة معينة مرفوعة إلى قوة N، ووجدت مشتقتها بجوارها، سيكون ناتج التكامل 1/N زائد 1، وF of X مرفوعة للقوة N زائد 1 زائد C. إذن أعزائي، القاعدة الخامسة في التكامل من أهم القواعد، وهي معاكسة إلى القاعدة السابعة في المشتقة. القاعدة السابعة: عندما يكون عندي Y تساوي X تربيع زائد 1 أس 4، كيف كنت تشتق هذا السؤال؟ ستقول أن مشتقتها y داش دي y على دي x، القوة تنزل، القوس يبقى على حاله، نطرح من الأس 1 في مشتقة داخل القوس، ثم نضرب 4 في 2x. إذن هذه القاعدة السابعة في المشتقة، ما يعاكسها تماما هو القاعدة الخامسة في التكامل عند ظهور أقواس مرفوعة إلى قوى معينة، ووجدت مشتقة داخل القوس خارج القوس، سوف يختفي خارج القوس ونبقي القوس على حاله، نضيف إلى الأس 1 ثم نضرب في مقلوبه. وسنبدأ بمجموعة من الأسئلة الخاصة بالقاعدة الخامسة أو ما يقابلها. أعزائي، تكامل X تربيع ناقص 1 أس 4 2X dx،
قوس مرفوع إلى قوة، ماذا ستقول في نفسك؟ ستقول سأفكر بالقاعدة الخامسة. لما فكرت بالقاعدة الخامسة؟ لأنك شاهدت قوس مرفوع إلى قوة معينة. ستقول كيف نطبق القاعدة الخامسة وكيف يمكننا التحقق من إمكانية تطبيقها؟ يمكن تطبيق القاعدة الخامسة إذا وجدت مشتقة داخل القوس خارجه. إذن فكرنا بالقاعدة الخامسة، لماذا؟ لأننا شاهدنا قوس مرفوع إلى قوة، وعندما نفكر في شيء ليس بالضرورة يتحقق ذلك الشيء. لابد أنكم تفكرون أن تحصلوا على درجة 100 في الرياضيات، ولكن 100 إذا لم تحصلوا عليها ربما ستحصلون على 99، ربما ستحصلون على 98، وإن شاء الله ستحصلون على 100. إذن نفكر بالقاعدة الخامسة لأننا شاهدنا قوس مرفوع إلى قوة. إذن كيف تكون القاعدة الخامسة جاهزة للتطبيق إذا وجدت مشتقة داخل القوس خارج القوس؟ للسهولة، سوف أخذ داخل القوس جانبا ونسميها U، اكس تربيع ناقص واحد، داخل القوس فقط بدون قوتها، داخل القوس فقط، ثم نجري اشتقاق اعتيادي عليها. مشتقة الاكس تربيع 2x dx ومشتقة الواحد 0. إذن هذا اختبار غير ملزم كتابته، ولكن يجب إجراءه. يمكن إجراءه ذهنيا، يمكن إجراءه على الورقة، لا يهم، ولكن يجب إجراءه. إذن داخل القوس x تربيع ناقص واحد، مشتقة x تربيع ناقص واحد 2x dx. هل مشتقة داخل القوس موجودة خارج القوس؟ نعم موجودة خارج القوس. بمجرد مشاهدة مشتقة داخل القوس خارج القوس سوف يختفي خارج القوس. إذن هذا ماذا؟ سوف يختفي. من يبقى؟ سوف يبقى داخل القوس x تربيع ناقص واحد، نضيف إلى الأس واحد ونضرب في مقلوبه زائد س. وللتحقق من صحة الحل سوف نشتق هذه حسب القاعدة السابعة. كن معي، القوة تنزل مع الخمس تذهب، واحد في القوس يبقى على وضعه، نطرح من الأس واحد أصبح 4 في مشتقة داخل القوس 2x. إذن أكرر، متى أفكر بالقاعدة الخامسة؟ تقول عندما أرى قوس مرفوع القوة. متى يمكننا تطبيق القاعدة الخامسة؟ تقول إذا وجدت مشتقة داخل القوس خارجه. كيف سأطبق القاعدة الخامسة؟ ستقول مشتقة داخل القوس سوف تذهب، والقوس يستنسخ كوبي بيست على وضعه، ونضيف إلى الأس واحد ونضرب في مقلوب الأس الجديد. إذن هذا ملخص القاعدة الخامسة. إذن عندما أذهب إلى السؤال الثاني وسأتعمد أن أذكر داخل القوس نفسه، ولكن هنا القوة تكعيب x dx. ستقول في نفسك إني سأفكر بالقاعدة الخامسة. من حقك، لماذا؟ لأنك شاهدت قوس مرفوع إلى قوة. إذن لا بأس أن تأخذ داخل القوس جانبا وتسميه x بدون قوته، ومن ثم تقوم باشتقاقه 2x dx. هنا سوف أبحث عن 2x dx خارج القوس. إذا وجدتها سوف تذهب، والقوس يبقى على حاله، نضيف إلى الأس واحد ونضرب في مقلوبه. إذا لم أجدها ماذا سأفعل؟ هناك أمران،
الأمر الأول، إذا كانت مشتقة داخل القوس تختلف عن خارج القوس بعدد ثابت يمكن إجراء موازنة، يمكن الحصول على هذا الثابت، ماذا نسمي الواحد عزيزي؟ أحسنت، نسمي الواحد محايدا ضربيا، معناها أي عدد عند ضربه بالعدد واحد يبقى على حاله. إذن هنا سأضرب الأكس بالعدد واحد، ولكن هذا الواحد سوف أعبر عنه 2 على 2، إذن أكس تربيع ناقص واحد تكعيب أكس دي أكس، إذن هذا الواحد سوف أعبر عنه 2 على 2، 2 على 2 إيش قد؟ واحد. زين، لماذا أخترت 2 ولم أختر 3 ولم أختر 4؟ أريد أن أناغم الديو. إذن لو كانت المشتقة 3x سوف أعبر عن الواحد 3 على 3، لو كانت المشتقة 7x سوف أعبر عن الواحد 7 على 7، لو كانت المشتقة 10x ماذا أعبر عن الواحد؟ سأتركه لكم. إذن هذه 2 على 2، كم هي 2 على 2؟ تقول أنها 1. إذن سأكتبها بصيغة أخرى، هذه 2 على 2 هل أستطيع كتابتها 2 في نصف؟ نعم، 2 في نصف تعني 2 على 2. جيد، إذن ماذا أحتاج هنا؟ 2 في نصف تساوي 1، ماذا أحتاج منها؟ ستقول أني أحتاج 2 فقط، إذن هذه النصف ستكون مصدر إزعاج، ولأنها مصدر إزعاج سأقول لها بكل هدوء اتفضلي خارجا. إذن هذا 2 في نصف، 2 ستبقى هنا للضرورة، وسوف أقول إلى النصف اخرجي خارجا لأنك أصبحت مصدرا للإزعاج. إذن هنا سأعيد القراءة مرة أخرى، القوس داخل القوس أكس تربيع ناقص واحد، مشتقة داخل القوس 2x، كانت الأكس وحدها موجودة، إذن اضربنا في 2 بالداخل وضربنا في نصف بالخارج. هسه أصبحت مشتقة داخل القوس موجودة أم غير موجودة؟ نعم موجودة، لأنها موجودة سوف تختفي، ومن بعدها ماذا سوف نفعل؟ هذه النصف ستبقى على حالها، نترك فراغ صغير، القوس يستنسخ على حاله، نضيف إلى الأس واحد ثم نضرب في مقلوبه زائد سي، إذن نصف في ربع، إذن يساوي 1 على 8 في أكس تربيع ناقص 1 أس 4 زائد سي. ولأن الموضوع يقع في المستوى الأول تم شرحه بالتفصيل الممل، وعند ذهابنا إلى المستوى الثاني إن شاء الله سوف نجري التكامل بصورة سريعة عند مرورنا بهذا النوع من الأسئلة. لذلك عندما كانت مشتقة داخل القوس 2x كتبنا 2 في الداخل ونصف في الخارج، لو كانت مشتقة داخل القوس 3x سوف أكتب 3 في الداخل وثلث في الخارج، إذا كانت مشتقة داخل القوس 7 على 2x ماذا؟ سوف أكتب 7 على 2 في الداخل و2 على 7 في الخارج. إذن وبعد أن أحصل على مشتقة داخل القوس ستذهب ويبقى القوس على حاله، ونضيف إلى الأس واحد ونضرب في مقلوب الأس الجديد. هل تحتاج إلى وخزة رياضية؟ إذن سنذهب إلى السؤال الثالث، وعند إجراء التكامل للأكس تربيع ناقص 1 أس 7 أكس زائد 3 دي أكس. إذن سوف تقول مشتقة الأكس تربيع ناقص 1 هي 2 أكس دي أكس،
وستقول سوف أجري عملية الموازنة في ذهني ولا أحتاج إلى كتابتها. أنا معك، يمكنك إجراء ذلك. إذن مشتقة داخل القوس 2X تقول عندي X، إذن أحتاج هنا 2 وأحتاج هنا نصف، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن هناك حدين، هناك سؤالين، والتكامل يتوزع على الجمع والطرح لأي عدد من الحدود، لذلك يجب عليك تجزئة السؤال إلى سؤالين. السؤال الأول هو تكامل X تربيع ناقص 1 أس 7 X dx زائد تكامل 3 dx. إذن هذا سؤال وهذا سؤال. هنا مشتقة الأكس تربيع ناقص 1 2 أكس، عندي أكس، إذن أحتاج هنا 2 وأحتاج خارج النصف. هذه النصف بمن مضروبة؟ هذه النصف مضروبة في هذا التكامل فقط، ولكن عندما تكتب هنا 2 وهنا نصف، ستكون النصف مضروبة في الكل، والثلاثة ما هو ذنبه؟ إذن نقسم السؤال إلى قسمين، هذا نجري عليه موازنة وهذا لا إشكال فيه. تكامل الثابت هو الثابت في اسم المتغير زائد سي، إذن سيكون الجواب نصف. يبقى على حاله أترك فراغ صغير، أكس تربيع ناقص 1 نضيف إلى الأس 1 8 مقلوبة 1/8، وهذه 2x dx اختفت، زائد تكامل 3 هو 3x زائد c. سيقول لي بعضكم ألم نجري تكاملين معا؟ لماذا كتبت c مرة واحدة؟ إذن لا أكتب هنا c وأكتب هنا c أخرى. إذن c هي ثابت لكل السؤال، بعد إنهائك للتكامل ستكتب C مرة واحدة، وإن أجريت 10 تكاملات معا. ولكن عند إجراء التبسيط على هذا التكامل وتقول أريد أن أكامل هذا وأبسط هذا، يجب عليك أن عند إجراء التكامل على هذا يجب أن تكتب زائد C وثم تبسط هذا. هذا سينزل على حاله، وعند إجراء التكامل على هذا لا يحق لك أن تكتب زائد سي، يجب عليك اختيار حرف آخر، أي حرف، دي، أم، زد، أي شيء. وللإحتياط حتى تبعد نفسك عن الإشكال، ما كان بحاجة إلى تبسيط يبسط، وما كان جاهز للتكامل ينتظر، وبعد تجهيز كل السؤال سوف نجري التكامل على كل الحدود معا لكي أكتب زائد سي مرة واحدة فقط. إذن كن معي عزيزي بالسؤال الرابع، وسنبقى مع صديقتنا أكس تربيع ناقص 1. أكس تربيع ناقص 1 تربيع دي أكس. سأقول قوس مرفوع إلى قوة، سأفكر بالقاعدة الخامسة. زين، مشتقة داخل القوس 2 أكس دي أكس، عندما أقول هنا اليو يساوي أكس تربيع ناقص 1 الديو 2 أكس دي أكس. نعم، مشتقة داخل القوس 2x dx، ما موجود عندي خارج القوس، فقط dx، إذن الفرق هو 2x. تقول الملاحظة، انتبه جيدا وركز معي، إذا كانت مشتقة داخل القوس تختلف عن خارج القوس بعدد ثابت، السؤال يعالج كما نوهنا سابقا. أما إذا كانت مشتقة داخل القوس تختلف عن خارج القوس
بمتغير فلا يمكن تطبيق القاعدة الخامسة. ماذا سوف نفعل؟ هناك ثلاثة حلول أولية. الحل الأول، لماذا فكرنا بالقاعدة الخامسة في رأيك؟ تقول: فكرت بالقاعدة الخامسة لأني عثرت على قوى، أقواس مرفوعة إلى قوى. ما رأيك في التخلص من القوى؟ ألم تكن فكرة جيدة؟ هل أستطيع أن أجعل من هذا مربع حدانية؟ نعم أستطيع، والتربيع نعرف قانونه. إذن تعلمت سابقا أي زائد بي تربيع ماذا تساوي؟ تساوي مربع الحد الأول ضرب الإشارتين زائد 2 في الأول في الثاني، لا أقرأ إشارة لأني ضربتها، زائد دائما مربع الحد الثاني. ماذا نسمي هذا القانون؟ إذن نسميه قانون مربع حدانية. أريد أن تكتب في الورقة التي أمامك هذا القانون وتضعه جانبا لكي لا تنساه أبدا، يجب مراجعته باستمرار. إذا كانت هذه الإشارة سالبة، الأول ضرب الإشارتين موجب في موجب، موجب موجب في سالب سالب بعد ما أقرأ إشارة، 2 في الأول في الثاني، لا تنسى هذه الاثنين، 2 ضعف تعني 2 في الأول في الثاني زائد دائما مربع الحد الثاني. إذن متى ألجأ إلى هذا القانون؟ إذا أريد أن أكامل قوس مرفوع إلى قوة تربيع ولم أجد مشتقة داخل القوس خارج القوس، وبعبارة أدق إذا كان قوس تربيع وكانت مشتقة داخل القوس تختلف عن خارج القوس بماذا؟ بمتغير. إذن سأقول في نفسي لا يمكن إجراء القاعدة الخامسة وسوف أطبق مربع الحدانية. التكامل يبقى على حاله لأني في طور التبسيط وليس التكامل. مربع الحد الأول x أس 4 ضرب الإشارتين ناقص 2 في الأول في الثاني 2 x تربيع زائد دائما مربع الحد الثاني 1 القوس يغلق دي اكس. إذن تخلصنا من القوة، إذن لا نفكر بالقاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة نفكر بها عند وجود أقواس مرفوعة إلى قوى. تخلصنا من القوى، إذن بمن سوف نفكر؟ سوف نفكر بالقاعدة الرابعة، والقاعدة الرابعة تقول: التكامل يتوزع على الجمع والطرح لأي عدد من الحدود. إذن سيكون يساوي X نضيف إلى الأس 1 5 مقلوبه 1 على 5 ناقص 2 X نضيف إلى الأس 1 تكعيب مقلوبه 1 على 3. تكامل الواحد هو X زائد C. إذن احذر عزيزي الطالب من تطبيق القاعدة الرابعة وتخلطها مع الاشتقاق. بعض الطلبة يقول: نكامل هذه بالصورة هذه ونكامل هذه بالصورة أدناه، ومن عندما يذهب إلى الواحد يقول صفر. لماذا تقول صفر؟ يقول مشتقة الواحد صفر. إذن هنا أصبح الموضوع هو التفاضل. إذن عند خلط التفاضل مع التكامل سيكون تفاضلا وتستحق عليه صفر في الامتحان. إذن يجب إجراء التكامل على ماذا؟ على كل الحدود. إذن هنا تم التخلص من التربيع. سأذهب إلى سؤال آخر، وابق معي ولا تذهب بعيدا، وحافظ على تركيزك، ولا تنسى بأننا ضمن أسئلة المستوى الأول، ونقول أن الأسئلة المباشرة عند إجراء التكامل على X
أس أربعة، على سبيل المثال ناقص اثنين أكس تربيع زائد واحد أس خمسة أكس دي أكس. نعم، مشتق داخل القوس أربعة أكس تكعيب ناقص أربعة أكس. ما هو خارج القوس؟ خارج القوس أكس. كيف أجعل الأكس أربعة أكس تكعيب ناقص أربعة أكس؟ لا يمكنني ذلك. إذا كانت القوة تربيع وكان حدين فقط، مربع حدانية ولكن ثلاثية ومرفوعة إلى قوة معينة، هنا ستظهر لك صورة ذهنية لا يشاهدها إلا أنت. ماذا تقول الصورة؟ لوحة فنية تقول لك عند ظهور ثلاثة حدود مرتبة ترتيبا تنازليا، وكان الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث، هل تشاهدها؟ نعم، ثلاثة حدود. وكان الحد الأوسط هو اثنين في جذر الأول في جذر الثالث، سنطبق هذا عكس مربع الحدانية، أي سنعيده مربعا كاملا. إذن متى تكون الحدودية الثلاثية مربعة؟ إذا كان حديها الأول والثالث موجبين، حديها الأول والثالث موجبين وحدها الأوسط ضعف جذري الأول في الجذر الثالث. إذن سوف أجري الاختبار، هذا موجب وجذره أكس تربيع، هذا موجب وجذره واحد، عند ضربهما سيصبح أكس تربيع، ماذا ضعف حاصل الضرب؟ اثنين أكس تربيع. إذا ظهرت هذه الحالة سوف تجعل هذه الحدودية الثلاثية مربعا كاملا. إذن كيف سنعيدها مربع كامل؟ انتظرني في الجزء الثالث وسأروي لك هذه الرواية، لا تذهب بعيدا وكن معي إن شاء الله.